السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو هذا. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نخلقوا الاجواء ديال العيد هنايا في بريطانيا. غادي نحاول ندير شي حاجه اللي كنديروها حنا في المغرب. شي هذا غادي نمشيو دابا حاليا نشوف شنو غادي نطيبوا ونوجدوا على اليوم. نروح واش راكم الخوت سعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. يلا نمشيو نطيبوا دابا حاليا. هما الخوت بديت دابا كنقطع في الكباب اللي كتشوفوا، بداو ديال طاب لي عشية تلاح عليا، طرش عليا داك الدم ديالو ديال هاد اللحم. قلنا نديرو الطاب لي احسن على وماما جالسين على برا كيتسناو، ونوجدوه حنا على طريقة مغربية وصافي، وندير ليه القوام ديالو على طريقة مغربية وما نبقاوش بلاش وصافي. درت الويز انا اللي غادي نطيبو، قلت لي لا لا خصني نتعلم نكاد داكشي، قلت لها لا علاش باش نحس براسي يعني درت شي حاجه. بحال داك العام عاوتاني نيت في عيد الكبير كنت انا اللي طيبت وانا اللي قاديت من الاحسن، حيت نورمالمون حنا في المغرب كنا يعني على الاقل كتحس بواحد الحاجه كتذبح ولا كدير شي حاجه بحال هكا كتصلخ حولي، اما انا ما كدير والو على الاقل خصك تحس بانك كدير شي حاجه. داكشي علاش هذا اللهم نطيبو حنا داكشي ديال اللي كنديرو حنا في عيد الاضحى وصافي، باش نحسو باننا درنا شي حاجه. حيت نورمالمون الخوت ملي كنت في المغرب راه يعني ضروري كتسلخ ضروري كدير شي حاجه، المهم كتكون مشغول كتكونش غير جالس. هاد الاضحى الخوت ما كيبغيش تكون جالس مريح، كاين شي لا ولاد لا بنات، جوج خصهم يكونوا خدامين في داك النهار، كل واحد عنده مهمه ديالو. يعني دابا حاليا نطيبو صافي، و دابا نقطعوه عاد غندير ليه القوام ديالو. خديت واحد الهبره كبيره تبارك الله ديال اللحم، يعني مزيانه هي اللي غتلاق لهاد الكباب هذا. وراكم عارفين الخوت بغيت ندير بولفاف، ولكن عرفتي راكم عارفين بولفاف ما يلاقش، حيت ملي غادي ديرو كاين واحد الدخان كيطلع مع غادي نبدا بيه مع البومبيات تحضر هنايا، راكم عارفين مع الشحمه وداك الشيء والدخان ديالها كيطلع من الفاخر وداك الشيء ضروري تكون الغباريه نايضه بلا ما نحس نلقى البومبيه حدايا. لهذا بغينا نتفاداو هاد المشاكل هذا. راكم عارفين نتوما الشحمه في بولفاف وداك الشيء كتكون يعني داك الكبده مدوره بالشحمه راك كدير واحد الدخان بزاف بزاف، لهذا نتفاداو حنا المشاكل. غادي ندير غير هاد الكباب يعني ما غاديش يدير داك الدخان ولا شي، يعني ماشي مشكل يا درجه. المهم الخوت ها هو شرم شو قديت لي البصله وداك الشيء قطعتها شرم تشويه. واو على بونت الخوت على بونت على بونت لي لي صافي يا خوت تعينت. That's because you were so happy and excited. Yeah. That was. عرفت زلقات ولكن كنت على بال الخوت. واخا البصلة شوية كبيرة، المهم غادي نشلط بها في الاخر هذا الخوت ملي غادي تشاط غادي نقادو بها عاوتاني حاجة أخرى دابا تشوفوها في الاخر إن شاء الله. درت بمجوج، درت صغيرة وكبيرة اللي رقيقة بزاف واللي غليظة، على حساب رقيقة باش تشوى مع الكباب هذا، والغليظة غادي تبقى إن شاء الله باش غادي نصب بها عاوتاني حاجة أخرى. المهم دابا الخوت غادي نعمر القضبان، عطي واحد الريحه عاطيه فيهم اللي كنت فكرنا في المغرب بالله وحق الله، مع نصبتو بطريقه مغربيه عطي سبحان الله هذه مخا هكاك المغرب بركه والله. الكتبان ماشي زوينين وداك الشيء ولكن ماشي مشكل مزيانين وخا هكاك نعمروهم وصافي. هادشي اللي كاين الخوت، عطي الريحه هي اللي دابا فكرتني الاصدقاء في هذا في عيد الاضحى في المغرب، انا الصراحه عجيبه شي ذكريات سبحان الله. حيت دابا انايا منين ما عيتش في المغرب ما عيتش في عيد الاضحى تقريبا 6 سنين، حيت لحقاش كنت خدام في تركيا وعاوتاني ملي جيت هنايا صافي مبقيتش عيت في المغرب ولفت واخا هكاك. يعني الصعيبة اللي كانت عندي ملي كنت في تركيا، كنت خدام ديك الساعة في تركيا وما عيتش في المغرب، كانت شوية صعيبة أول مرة. العام الثاني في تركيا كان ماشي مشكل،
عام الثالث حتى هو ماشي مشكل. دابا خمس سنين دابا هو العام الخامس كاين الحمد لله. هذه الحياه الحياه هي هذا الخوت الواحد هو يعدي باش ما كان وصافي. ولكن يعني المغرب ما كيتعوضش كون واقعيين الخوت هذاك الامبيونس اللي كيكون في الدرب والشوايه وبلادهم كيشوط الريوصه وداك الشيء ديال الحولي يعني كتكون واحد الامبيونس زوينه بزاف. الامبيونس كتكون صراحه في الدار عاوتاني كتبان لك كلشي خدام في الدار يعني كتكون حاجه زوينه والحمد لله وصافي عدوا باش ما كان هذه الدنيا وصافي. المهم الخوت هما واجدين دابا هنا راه سخن ديال الباربيكيو وهو كيكون ديال الغاز ولكن هنا سخون يعني بحال تقول فاخر وصافي وانما ماشي فاخر هو غاز وسخان شي راه بالبواطه. هو ديال الباربيكيو الخوت غادي نطيبو به واخا ما غاديش يكون تمام بحال اللي كنا نطيبو حنا. بسم الله ماما الخوت حطيتهم كاملين هادو اللي حطيت هادشي اللي غادي نقضيو به وصافي ماشي بزاف وعلى علينا حنايا وصافي عند جدود لويز حيت هنا درنا عند جدود لويز هنا هاد الكباب هذا ودابا راه كنتسناهم يطيبوا الخوت القراب. دابا هادي البلان ديالها طيب بالزربه هادي ماشي بحال الفاخر على حسب مع البال لا يتحرق وفي الحالة الأخرى الخوت كي تعطل شوية مع دي غاز بلاصة يعني بحال غادي يكذب عليه شوية ما غاديش يطيب مزيان حيت راكم عارفين اللحم في ملي غادي تبرد شوية ما غاديش يطيب بالزربة بحال مثلا بولفاك ولا شي حاجة غادي كيطيب. هو دابا حطيت هاد الستيك هادو الخوت حتى هما هما الخوت اقريب شويه غير هاد العواد هذا ما حلفتهمش انا الخوت يكون صعاب عاوتاني حتى الخدمه ديالهم كيتحرقوا شي بحال زلال يعني قضبان. هذا هو المشكل ما كتعرفش امتى طاب ولا ما طابش حيت لاحظتهاش غاز يكون شويه صعيب يعني بالزربه كيتحرق صفرت مع البال كل مره تبدا تقلبو تقلبو باش يلاه يطيب من الداخل هذا علاش تكرا غالي سوا هاي 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 رامزي هاي هاي رامزي هاي عاش واحد حرارة خوش عطني عرب السير ومعك كيف كي انا دابا الصاد غادي الخونية Are they done now? Yeah. Oh. And it. Corner, corner, corner. Ah, now I stick that up. Yeah. Yep. Ah. شي دابا هو البلان ديالو كيتهرس الخوت يعني كيكون هاد ديال الحديد مزيان التحديد انا وقت ما عرفت شنو المهم تكون مزيان ماما الخوت بغيت نوريكم قبل كي غادي تكون داكشي وانما دابا كنصدقوهم ما قادرينش يبقاو صابرين we're gonna show them our table yeah okay I'll go now yeah because they can't wait okay I'll go now all right did you get that one oh thanks
اليوم احنا كملنا الخوت قادين الامور عشان يعجبهم الصراحه عجبهم الكباب ما قدروش يصبروا داكشي علاش المهم انا هذا وحقي قديت داك ستيك وقديت الكباب صافي دابا يلاه غادي نبدا ناكل ان شاء الله المهم هادشي بغيت نقول لكم الخوت مبروك عواشكم تعيدوا ان شاء الله والله يخلي عليكم العيد والسلامه ان شاء الله هادشي اللي كاين الخوت شكرا لكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم وحش.